الحدائق والمنتزهات بمدينة القنيطرة من الأماكن الترفيهية التي تعج عادة بالزوار، لكن الحجر الصحي وحالة الطوارئ فرض عليها أيضاً القطع مع جمهورها حتى إشعار آخر. ما لفت انتباهنا عند زيارتنا للحديقة الموجودة أمام عمالة إقليم القنيطرة هو جمالية المكان ورونقه. رائحة الأزهار تفوح في كل الأرجاء، وصوت العصافير يعيد الحياة للمكان. الطبيعة استعادت حياتها من جديد في انتظار أن ننتصر على وباء فيروس كورونا لنستمتع مرة أخرى بالحياة، ولكي لا ننسى البرهان أن سبب خراب هذه الطبيعة هو الإنسان.